شلون نقدر نحافظ ونخلي العلاقة علاقة صحية بين الزوجين وبين أهلهم؟ في ثلاثة نقاط مهمة. النقطة الأولى إن أولاً لابد يكون في حدود العلاقة، يعني ما يصير مثلاً أم الزوج ولا أم الزوجة يتدخلون 24 ساعة في كل حياتهم، يتدخلون في مشترياتهم، يتدخلون في سفراتهم، يتدخلون في طلعاتهم، في إجازاتهم. لا، لازم يكون في حدود وفي مسافة وفي مساحة. في شيء يتدخلون فيه ونشترك فيها مع بعض، وفي شيء لا، الزوجين يكون لهم خصوصيتهم. ويمكن هذه النقطة الثانية، الحفاظ على الخصوصية. يعني النقطة الأولى وضع حدود للعلاقة، النقطة الثانية الحفاظ على الخصوصية، النقطة الثالثة لابد من وجود الاحترام. الاحترام وين نحتاجه؟ لأنه يعني أم الزوج وأم الزوجة كل واحد منهم يشوف أنه هذول عياله، وبالتالي لابد من احترام هذه المشاعر.